بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي وحبايبي طلب التانية ثانوي، النهاردة بقدم لكم الفيديو الخاص بيونت 4 بارت 2. يلا بينا نجهز نفسنا ونبدأ على طول. بصوا حبايبي، أول حاجة هبدأ معاكم بيها النهاردة هي الفوكاب. احنا عندنا الفوكاب اللي احنا خدناها، خدنا كلمة findings يعني اكتشافات. معلش ثانية واحدة بس هظبط لكم اللون، اخلي اللون ده حلو قوي جميل قوي. طيب احنا عندنا كلمة findings يعني اكتشافات. ايه هو يا مستر البريفكس؟ البريفكس هي المقطع بتاع بداية الكلمة. يعني ما اجي اقول لك مثلا kind طيب، حط لي unkind غير طيب، يبقى الـ UN اللي احنا بنقول عليها un دي كده اسمها بريفكس. طب ايه وظيفتها؟ هي جابت لك العكس بتاع الكلمة. خلي بالك البريفكس والسفكس ده ليه دور في الكلمة، يبقى البريفكس هنا هو مقطع البداية بتاع الكلمة. زي مثلا when I say kind، kind طيب، بص كده هحط لها البريفكس un تبقى unkind غير طيب. اما السفكس هو مقطع النهاية اللي موجود في الكلمة. يعني مثلا انا عندي كلمة amaze انا عايز احط لها سفكس، السفكس مقطع نهاية اللي هو ال ing، عمل ايه؟ خلى الكلمة بدل ما هي كانت verb حولها لأدجكتيف صفة. يبقى البريفكس مقطع بداية الكلمة، أما السفكس هو مقطع النهاية بتاع الكلمة. عندي كلمة introduction، introduction يعني مقدمة. عندي procedure إجراء. لا بص بقى حضرتك، أنا لازم أخد معاك إجراء دلوقتي. procedure يعني إجراء. ممكن نقول إنها كمان بتساوي major، ما هو ميجر او بروسيجر يعني اجراء. لازم حضرتك تمسك الفوكاب الرئيسيه تحفظها لي كويس جدا عشان تقدر تحل الاسئله اللي على الفوكاب. طيب عندنا كلمه تبس. تبس دي يعني ايه؟ اولا ليها معنيين. تبس ممكن تيجي لك بمعنى ادفايس يعني نصائح، وممكن تيجي لك بمعنى بقشيش. تمام، انت دلوقتي لما بتروح ريستورانت كده بعد ما بتخلص تناول الوجبه بتاعتك، فبتدي للراجل تبس. تبس اللي هو ايه؟ البقشيش. او انا محتاج يا مستر تابس يعني نصايح استفيد بيها في حياتي. عندك كلمة recognizable دي صفة بمعنى يمكن تمييزه، جاية من الverb recognize. ما هو recognize يعني بيميز الحاجة او بيتعرف على الحاجة. عندك بقى recognizable يعني يمكن تمييزه. كلمة survey دراسة استطلاعية او تقييم. عندك endless بلا نهاية، حاجة مستمرة كده continuous. كلمة سايت احنا قلنا في السنتر هي بتيجي بمعنى يستدعي، والمعنى الادق ليها هو كلمة يستشهد. يبقى خد بالك كلمة يستشهد بمعنى سايت. عندي كلمة thesaurus دي موسوعة المفردات، موسوعة خاصة بالمفردات والسينونيمز بتاعت الكلمات. يبقى thesaurus موسوعة المفردات. debate يعني مناظرة. تمام، headline العنوان الرئيسي اسمه headline. section يعني قسم. بقول لك الجريدة دي فيها القسم الرياضي، قسم الحوادث، قسم طبعا الأخبار السياسية. فsection يعني قسم. عند حضرتك subheading معناها عنوان فرعي. حضرتك لازم بتمسك الفوكاب دي تحفظها لي كويس جدا عشان بعد كده تبدأ تخش بقى على الأسئلة اللي عليها. اوعى تتخيل ان كل الاسئله لازم تكون جايه من الكلمات او الفوكاب اللي انت درستها، لازم يظهر لك كده حاجه جديده عشان تضايقك شويه وتبحث عنها. يعني هنا امسك كده بالراحه، بيقول لك a word part، جزء من الكلمه that comes بيجي before the root word. عارف يعني ايه root word؟ الكلمه الاصليه. ما هو root word هنا يعني الكلمه الاصليه. طب بيقول لك في جزء من الكلمه بيجي قبل الكلمه الاصليه and it changes، وبيغير its meaning المعنى بتاعها. طب مين الجزء اللي بيجي قبل الكلمة الأصلية؟ احنا لسه قايلين ان هو اسمه البريفكس، مقطع البداية. طب بص بقى question number 2 بيقول لك ايه؟ بيقول لك a word part جزء من الكلمة that comes after the root word. بص بقى هنا الجزء اللي هيجي لك after، بعد ايه؟ the root word، بعد الكلمة الأصلية. and it changes وبيغير its form، تكوينها والmeaning المعنى بتاعها. يبقى هنا ده اسمه ايه؟ ده كده اسمه السافكس او مقطع نهاية الكلمة. طب نمسك كده question number 3. she had to يعني اضطر ان
ان هو go through a long and complicated نقط. بص كده هو بيقول لك هو اضطر ان هو go through يسير من خلال a long and complicated ايه؟ يعني هو اضطر يمشي في اجراءات معقدة. ما هو كلمة complicated يعني complex يعني معقدة. هو مشي في اجراءات طويلة long and complicated. يبقى ايه كلمة اجراء هنا؟ اجراء يعني procedure. هو اضطر يمشي في اجراءات طويلة ومعقدة to get عشان يحصل على الفيزا for her trip. تلعب بنت كمان اهو. انا معلش ما خدتش بالي من شيء. هي اضطرت تمشي في اجراءات طبعا complicated او complex معقدة وطويلة, وده عشان تطلع الفيزا بتاعتها for her trip لرحلة السفر بتاعتها. يبقى هنا procedure يعني اجراء. طب number four, شفت انت لو مسكت اصل الجملة كده وامسك دايما dictionary في ايدك كده وشوف حاجة وقفت معاك ترجم, هو ده التعلم. مش ان انا طبعا كل حاجة عايزة سهلة مش هتجيلك كده سهلة. The doctor, الطبيب, was surprised, كان مندهش مذهول الراجل, by من الـ A of the blood test, من الـ A اللي في اختبار الدم. طب هو كان منبهر بإيه أو مندهش بإيه؟ بالفايندز, في الاكتشافات اللي هو لقاها في اختبار الدم. هو طبعا الراجل ليه اندهش أول ما شاف الحاجات اللي هو في اختبار الدم, and ordered, وراح إيه أول ما شاف الاختبار بتاع الدم انبهر كده واندهش وراح طالب more tests, طبعا طلب اختبارات أكتر to confirm the diagnosis, يعني عشان طبعا إيه يتأكد من صحة الإيه التشخيص. تمام؟ فحضرتك أنا خدنا findings يعني اكتشافات. question number 5, he was very generous. generous يعني كريم, ما بقاش في خلاص حد كريم. طبعا احنا عارفين generous كريم, miser بخيل. انا generous كريم, انت miser بخيل. تمام؟ he was very generous, هو كريم جدا, and always, ودايما give big A to the waiters, بيدي الويترز اللي هم الجرسون يعني بيديله, and the taxi drivers, كل ما يركب تاكسي خد يا عم يبقى ده بقشيش. طيب الويترز او الجرسونات اديهم بقشيش. طب البقشيش يا مستر اسمه ايه؟ اسمه تيبس يعني بقشيش. طب ننزل اللي بعدها بيقول لك نمبر 6, he was very curious يعني ايه؟ فضولي, هو فضولي, and always asked for, وبيطلب ايه؟ بيطلب تيبس, نصائح. يبقى هنا تيبس مش جايه بمعنى بقشيش, لا هنا تيبس يا مستر جايه بمعنى نصائح, on how to solve the crossword puzzles. بيقول لحضرتك هنا number 7, he had a very A face, يعني وشه ايه؟ يعني انا فاكر مسرحية وانا صغير كده كانت لعادل امام يقول لك ايه ده وشه من النوع المألوف اللي يمكن تمييزه. حتى كان عادل امام ساعتها ولا ايه يقول لك ساعتها ايه ده وشه من النوع الحلوف, لا هو وشه من النوع المألوف اللي يمكن تمييزه, يبقى recognizable, وشه من النوع الريكوجنايزبل المألوف او الذي يمكن تمييزه, that made him easy to remember, بيخلي الواحد يفتكره على طول, وشه من النوع المألوف وليس الحلوف. نمبر 8, she was very good at, هي كويسه في ايه؟ and always had strong arguments, بيبقى عندها طبعا جدال قوي كده ومناقشه قويه to support, عشان تدعم her views, ارائها. يبقى هي كويسه في ايه؟ هي طبعا كويسة في الديبيت. يعني يا مستر ديبيت؟ المناظرات. ما هو ديبيت يعني مناظرة. هو كويس, هي كويسة في المناظرات وبتعرف تجيب حقها وبتعرف تدعم رأيها. طب نمبر 10, بيقولك she was very proud of her, هي فخورة جدا بهير ايه؟ that appeared, اللي ظاهر على الفرونت بيج اوف ذا ماجازين, اللي ظاهر على الصفحة الاولى للمجلة. فطبعا هي فخورة بالهيدلاين, بالعنوان طبعا شكل مكتوب عنها حاجة كويسة, ففرحانة جدا بالهيدلاين اللي مكتوب. نمبر 11, بيقول لك he used, هو استخدم ايه؟ to find, عشان يجد synonyms, الانتونيمز. بص هو موضوع synonyms والانتونيمز المفردات والمضادات دول موجودين في الثيسورس. الثيسورس هي موسوعة المفردات اسمها thesaurus. نمبر 12, the note for the section, عايز يقول لك العنوان الفرعي لهذا القسم.
The history of the company, تاريخ الشركة. Was the early years, العنوان الفرعي لتاريخ الشركة اسمه the early, أو كان اسمه the early years, فهنا اسمه sub hidden. بيقولك بعد كده the speaker, المتحدث, gave a brief, ادى ايه مختصر, طبعا ادى introduction يعني مقدمة طبعا مختصرة, of his main points before ending his speech. نيجي بقى number 14, the newspaper, الجريدة, has a special, فيها ايه خاص, فيها ايه مميز, for sports, يبقى فيها هنا قسم خاص بالألعاب الرياضية او قسم الرياضي, القسم الرياضي في الجريدة, يبقى هنا section. Section بتيجي بمعنى قسم. بقولك the ocean, المحيط, was so vast and deep, عميق جدا طبعا, that it seems, لدرجة ان احنا ممكن نتخيل هذا المحيط endless يعني بلا نهاية, مستمر كده بلا نهاية. نيجي لنمبر 16, بقولك the student, الطالب, had to, كان مضطر انه ايه, his sources, كان مضطر انه يستشهد بالمصادر في نهاية الإساي. يعني في ناس أو بعض الناس بتيجي تطلب, عشان تعرفوا إن إحنا الحمد لله بنرحمكم, إني طبعا الرحيم هو الله طبعا, إن إحنا طبعا ما بنرضاش نقصوا عليكم. يقول لك كده أنت كتبت المقال بتاعك جبته منين, إيه المصادر بتاعك. يعني كان عندنا في الكلية لما تيجي تعمل أبحاث يقول لك هات لي المصادر اللي أنت كتبت منها, أنت جبت المعلومات دي منين. فكلمة يستشهد هي سايت, سايت دي يعني يستشهد, كلمة سايت يستشهد. عندك بعد كده number 17, the state, الدولة, should take, ينبغي أن تتخذ strict, كلمة strict أصلا معناها صارم, لازم تاخد إجراءات صارمة, يبقى strict measures يعني إجراءات صارمة, to fight the crisis, عشان تحارب الأزمة بتاعة overpopulation, الزيادة السكانية. Overpopulation يعني الزيادة السكانية. Number 18, بيقولك the students, الطلاب, had to, كانوا مضطرين ان هم present, يقدموا their A to the class, المفروض بيقدموا A للكلاس بتاعهم, after doing the experiment, بعد أداء التجربة, طبعا يوروا بقى الاكتشافات بتاعتهم, يبقى اللي هي findings. قال لي احنا دلوقتي مسكنا اول حاجة الكيب وكاب وبدأنا ان احنا حلينا عليها. طيب نواصل مع بعض حل المين فوكابلري. بس بعد ما نقرا المين فوكاب, احنا عندنا كلمه ديكشنري, ما تستغربش قوي لو سمعتها بالامريكان اكسنت, ديكشنري, ديكشنري او ديكشنري بمعنى قاموس. عندي كلمه جراند بيرنتس اللي هم الاجداد, كرييت يخلق او يبدع, طبعا الخالق creator الله عز وجل. situation يعني موقف, anymore لم يعد, on هو بص ده on ده اسمه يا مستر, هو اللي احنا خدناه النهارده اللي اسمه prefix, prefix ايه وعلى البريفيكس, تمام. uncomfortable غير مريح, proper the adjective بمعنى صحيح, امال لو قلت بشكل صحيح properly, properly بشكل صحيح. key ideas الافكار الافتتاحيه, frequently بشكل متكرر او تكرارا, avoid يتجنب, وبيجي وراها verb plus ing. في قبائل كانت زمان كده اسمها قبائل الفايكنز, قبائل الفايكنز دي اللي هي قبائل الفايكنج. record يعني يسجل او سجل, disagree لا يوافق او يعترض او يخالف, السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. unlike على عكس, على نقيض, dislike بقى لا يحب. mention, mention, mention يعني قصر, بتساوي palace, ما هو palace برضو يعني قصر, ومانشن معناها قصر, يبقى mansion او palace يعني ايه, يعني قصر. بص بقى ايه الفرق ما بين الكلمتين دول, انا عايز افرق ما بينهم. عندك كلمة misuse, يسيء استخدام, كلمة يسيء هنا مش مكتوبة صح قوي, وبص كده يا سيدي, يسيء استخدام, misuse. اما ري يعني يكرر حاجة, ريوز يعيد استخدام الشيء. brilliant معناها رائع, purpose, purpose يعني غرض, عمدا
يعني on purpose. On purpose يعني عمدا. On purpose كلمة personal. Personal يعني شخصي. Summarize يلخص. Social media وسائل التواصل الاجتماعي. Report تقرير. عندك compare يقارن. Uncomfortable غير مريح. Check يفحص. كلمة remain يظل او يبقى. يعني ممكن نقول ان هي اصلا بتساوي stay, وممكن نقول برضو انها بتساوي keep يعني يظل او يبقى. عندي كلمة society يعني مجتمع. site موقع. partner شريك. comment تعليق او يعلق. hobby هواية. title عنوان كتاب او عنوان مقال او لقب اجتماعي. powerful قوة. دور اللي هو الفاعل اللي عمل الحاجة. inform يخبر او يعلم. modern حديث. interest اهتمام. receive يستقبل او يستلم. results معناها نتائج. حضرتك طبعا بعد ما بتحفظ الكلمات بتمسك الديفينيشنز دي تقراها كده. read carefully اقراها كده بعناية او بحرص. طبعا مش عايز ضيع لك وقتك واقعد اقرا في حاجات كتير. الطبيعي ان انا احل اكتر ما انا اشرح لك الحاجات دي. تقدر انت تقوم بيها بنفسك. فانت بتقرا كده التعريفات بتمعن كده ونبدا كده. ايه رايك اغير لك الالوان؟ يعني انا عارف ان انتوا اكيد محتاجين لون تاني. ايه رايك نخبطش على اللون الجميل ده اللي انا بحبه؟ بص يا حبيب قلبي, بيقول لك هنا نمبر 19 ذا نقط. بيقول لك was available source مصدر متاح. for the students للطلاب. as it helped them بيساعدهم to understand على فهم the meaning of new words بيساعدهم على فعل على فهم المعاني الجديدة. طبعا يعني اكيد هو الديكشنري. number 20 he was very a when he saw the new car لما شاف العربية الجديدة. كان هو ايه؟ كان هو interested مهتم جدا. يعني هو ما كانش شيق يعني ولا كان اهتمام ولا كان interfered. لا هو هنا كان interested. بالك الصفة لما يكون اخرها اي دي بتصف شعور الفرد. يعني اقول لك انا ملان. I'm bored. انا مهتم. I'm interested. او I'm excited. كل لما يكون الصفة اخرها اي دي frightened scared يبقى الصفة لما يكون اخرها اي دي بتصف شعور الفرد. خلي بالك من الحتة دي. طيب هنا بيقول لك السؤال رقم 21 she has a lot of. عندها a lot of ايه؟ الكثير من. بص الكثير من هنا لازم اجيب noun اسم. يبقى هي عندها الكثير من ايه؟ in art بالفن والميوزك الايه الموسيقى. عندها اهتمام كبير. كلمة اهتمام يعني يا مستر. كلمة اهتمام يعني interest. طيب بعد كده number 22 the teacher المعلم asked the students هو طلب من الطلبة ان هم complete the assignment ان هم يكملوا التقييم so that they could learn the material effectively عشان كده قروا الماتيريال او المادة كويس. يبقى هنا ان هم يعملوا التقييم ايه properly بطريقة صحيحة properly. بيقول لحضرتك هنا can you نقط the main points. ممكن حضرتك تلخص يعني النقط الرئيسية of the article in one paragraph في فقرة واحدة. يبقى هنا كلمة summarize بمعنى يلخص. حضرتك هنا عندك 24 the sofa الكنبة was old كانت قديمة وغير مريحة. غير مريحة يعني يا مستر يعني uncomfortable يعني غير مريحة. So they decided to buy a new one عشان قرروا يشتروا واحدة جديدة. حضرتك عندك رقم 25 بيقول لك they lived هم كانوا عايشين in a huge ايه اللي ضخم اللي عايشين فيه. قصر ضخم. فاكرين لما قلت لك في السنتر لما تيجي تتمنى حاجة تقول ايه I wish I could. كنت اتمنى يعني انا اتمنى في المستقبل. I wish I could اتمنى. I wish I could have a mansion. I wish I could have a villa. I wish I could have a car in the future. فهنا هم عايشين في ايه ضخم؟ عايشين في مانشن. يعني ايه مستر مانشن؟ يعني عايشين في قصر حاجه كده واو. به رومز غرف وجاردنز حدائق. بالنسبه للناس اللي باصه دلوقتي للقصر وعماله تحقد كده وعينيها قد كده كلمه مانشن يعني ايه؟ يعني قصر.
نمبر 26 بيقول لك you can a two things، عايز يقول لك انت تقدر تقارن الشيئين دول to see عشان تشوف how they are similar، هل هم متشابهين or different. امال انا هقارنهم ليه؟ عشان اعرف اذا كانوا متشابهين ولا مختلفين. فهنا كلمة compare يعني يقارن. عندي بعد كده the teacher المعلم، warned حذر the students الطلبة not to ألا إيه the internet، ألا يسيءوا الاستخدام بالإنترنت، يعني misuse the internet for cheating في الغش، وبيحذروا ما تستخدموش الإنترنت في الغش. طبعا إحنا الإنترنت حاجة مهمة جدا في حياتنا فعلا، بس لو سمحت بعد إذنك استخدمها في حاجة مفيدة. في ناس بتاخد كورسز على الإنترنت، في ناس بتعمل حياتها وشغلها كله على الانترنت، تمام انا موافق، لكن مش تمسك لي حاجات ملهاش لازمه تقعد تتفرج عليها وتضيع فلوسك وتضيع وقتك، لا طبعا. What is the main aim of your visit؟ ايه الغرض يا باشا من زيارتك to this country؟ والله يا باشا انا عايز ازور الدوله دي عشان اتفسح. يبقى هنا purpose، purpose يعني الغرض. بيقول لك هنا رقم 29 he did it، عملها on purpose عمدا، not by accident وليس بالصدفة، by accident بالصدفة، on purpose عمدا مع سبق الإصرار والترصد، on purpose، on purpose عمدا مع سبق الإصرار والترصد، on purpose. رقم 30 بيقول لك she is very a her sister they don't lie they don't look like at all، يعني هم مش شبه بعض، هم مالهم بقى، هم مختلفين يعني مختلفين جدا. فهو بيقول لك she is very unlike her sister they don't look alike at all. بعد كده رقم 31 بيقول لي I not spicy food، انا مش بحب السبايسي فود، it makes my mouth burn، بيخلي بقي ايه مشطشط جامد. يبقى كلمة dislike يعني لا يحب. في حاجة انا عايز اقول لك عليها، امتحان الاسبوعي بتاع الحصة الجاية، طبعا ما فيش حاجه اسمها هروب بعد كده من الامتحان الاسبوعي ده، هو كان ساعه الميد ترم، ساعه امتحان الشهر وخلاص. حضرتك احنا هنجيب لك كل الاسئله اللي احنا هنحطها لك في الامتحان الاسبوعي، هنجيبها لك من الحاجات اللي انا براجعها معاك في الفيديو دوت، حاجات انت بتاخدها واجب، وطبعا بنحلها مع بعض بالفيديو. وطبعا حضرتك ما تقدرش السنه دي تقول لي مستر والله احنا كان في حاجات في الواجب انا مش فاهمها، امال انا بعمل لك الفيديو ليه؟ انت لازم بتحل وبتتابع الفيديو وتمشي معايا سؤال سؤال، لان الحصة بتاعت السنتر ما بتكفيش ان احنا نقدر نحل الكمية دي، فدي حصة مدعمة طبعا لحصة السنتر. 32 he made a rude a about her dress، يعني بيقولك هي عملت بصراحة تعليق بايخ كده على فستانها and she got angry وزعلت، علقت يعني على فستانها تعليق بايخ، يبقى هنا comment. بيقول لك نقط of the book was the adventures of Tom Sawyer، طبعا هنا بيقول لك العنوان بتاع الكتاب، عنوان الكتاب يبقى ده اسمه تايتل. امال يا مستر ادرس، الادرس ده اللي هو عنوان البيت تمام، لكن التايتل هو عنوان الكتاب. بيقول لك هنا السؤال رقم 34 he decided to قرر انه ايه in his job، قرر ان هو يستمر في شغله despite على الرغم من الديفيكالتيز المصاعب. خلي بالك الديفيكالتيز دي معناها المصاعب، يبقى هنا ريمين يبقى يظل في عمله رغم المصاعب. 35 she won هي فازت بذا A of Miss Universe in 2021، فازت بطبعا ايه ملك الجمال العالم يا سيدي. اوعى يبقى ملك الجمال العالم ده ايه يا مستر، ده لقب، هنا تايتل جايالك بمعنى ايه لقب ملك الجمال العالم، حد يعرف يمين وانا اروح اتقدم لها؟ ذا الكلام ده سر ما بيننا وما بين بعض، وحد يروح يقول للمدام حاجه احسن طبعا ايه تطردني خلاص، واضطر طبعا اختار بيت حد فيكم واضطر ايه اقعد عندكم. المهم بيقول لك الستورم العاصفه كانت ايه وسببت الكثير من الدمج، العاصفه كانت قويه، كانت قوية يعني powerful powerful. طيب نيجي بعد كده بيقول لحضرتك هنا you should ينبغي عليك ان تكون calm هادي not panic مش مذعور كده in an emergency situation، مش اي موقف جامد تتقلق وتتخض يعني،
لازم حضرتك تظل أو تبقى هادي. You should remain. Remain يظل أو يبقى. حضرتك بقى كده عندك بيقولك she had to. هي كانت مضطرة إنها is a police. مضطرة تخبر الشرطة. كلمة inform يعني تخبر. The police الشرطة about the accident بخصوص الحادث. She witnessed. هي اللي هي شهدت طبعا فيه. طبعا أنا كده خلصت لك الجزء الخاص بالفوكاب. نصيحة مين يمشي صح في الانجليش عشان ما تتعبش، امسك الفوكاب احفظها، راجع معايا سؤال سؤال، صدقني في الامتحان الاسبوع هتبقى شاطر جدا وهتقفل معايا كمان ان شاء الله. كمان الاسبوع ده انا عايز اقول لكم على حاجه، كل طالب هيقفل كل حصه لازم يكون ليه جايزه، وانا مدي اوامر بكده للاسيستنت المساعدين شغالين معايا ان حضرتك لازم كل حصه هتكتس فيها حاجه او هتحقق انجاز لازم تتكافئ عليه. هنبدا مرحله الجوائز ان شاء الله من الحصه الجايه، اللي هيقفل او اللي يجيب درجه مقبوله عندنا لازم يتكافئ وياخد جايزه. عندي هنا بقى البريبوزيشنز حروف الجر بتقراها كويس جدا. تعال بص انت عندك اد يا عم، خلي بالك اد اكتر حاجه بتيجي معاها هي تو، اد تو يضيف الى، ديسجري يعني لا يوافق بتيجي معاها ويز، تشينج بيجي معاها انتو يتحول الى، تيك اواي فروم ياخذ بعيدا عن، ان جنرال في العام. ايه يا مستر الفرق ما بين ارايف ان وارايف اد؟ arrive in بيجي معاها مدينة زي كايرو أو بلد زي ايجيبت، أما arrive at فبتيجي معها الأماكن. aim of هدف ليه، easy for سهلة على، at that time في ذلك الوقت، talk about يتحدث عن، suitable for مناسب ليه. طبعا لو انت حفظت preposition هتبقى حاجة جميلة جدا. تعال نشوف الاكسبريشن بيقول لك do the same، do the same يفعل نفس الشيء، ever since يعني منذ او منذ ذلك الحين، دي اسمها ever since. at that time في ذات الوقت، في ذات الوقت، that's why يعني لهذا، بتساوي طبعا so. عندك make different sounds بيعمل اصوات مختلفه، rather than بخلاف، instead of خلي بالك instead of بيجي وراها verb plus ing بدلا من، on the phone في الهاتف، easy to understand سهل الفهم، make stories easy يسهل القصص. بص بقى الكوركيشنز دي انا بحبها قوي، بحس انها اهم حاجه عندي. بقول لك make خلي بالك make a secret plan يعمل خطه سريه، take photos يلتقط صور، add prefixes يضيف صوابق قبل الكلمه، feel special يشعر بالتمييز، take notes يدون ملاحظات، give advice يعطي نصيحة، create a device يخترع جهاز، make new words make new words بيألف كلمات جديدة، make a joke يقول نكتة، make sense يعطي معنى، do wrong يخطئ، make a comment يصنع تعليق. يلا بينا نعيش الاسئله الجميله دي. بص انت شفت كلمه ايزي، ايزي سهل يا مستر، هيجي معاها ايه؟ فور. ايه رايك؟ بيقول لك ذا ماث بروبلم از فيري ايزي فور مي، سهله. ايه يا مستر ماث بروبلم دي؟ ماث بروبلم دي مش معناها مشكله الحساب، لا هي مساله الحساب. شي ويل ارايف، بص انت عندك هنا نيويورك، مش دي مش نيويورك مدينه، يبقى اخد ارايف ان شيء طبيعي. حاول الخص لك شويه عشان انجزك يعني. هي تيكس هيز فون، خد تليفونه اواي فروم بعيدا، بعده عنه يعني. وين هي ونت تو ذا سينما. ذيس دريس الفستان ده از فيري سوتابل يا مستر، سوتابل فور يو مناسب لك، سوتابل فور. اي بريفير تي راذر ذان كوفي، يعني بحب او بفضل الشاي اكتر من القهوه، راذر ذان. She has been studying harder ever since. Ever since. Ever since. ولك she has been studying hard. هي بدأت تذاكر كويس جدا ever since منذ أن التحقت بالجامعة. بيقول لك question number 45. You should eat more fruits and vegetables. يعني حضرتك بيقول لك ينبغي عليك خضروات وفواكه. Instead of. خلي بالك احنا قلنا instead of بيجي وراها noun. بيجي وراها noun او verb plus ing. هنا جالي noun اللي هو junk food. junk food يعني يا مستر الوجبات السريعه، اسمها junk food.
He always not during the lectures اللي هي المحاضرات to remember the main points. طبعا بيسجل ملاحظات في المحاضرات يعني take notes. عندك هنا بيقولك she likes to not when she travels to different places and share them with her friends. هو بيعمل ايه؟ هو طبعا بيقولك هو حابب انه يلتقط صور لم هي حابة انها مش عارف انا كله مركز على الصبيان النهاردة يمكن عشان فعلا معظم المجاميع اللي عندي النهاردة كانت بويز شوية فمعلش ايه مأثرة عليا شوية. احنا هنا عندنا هي بتحب ان هي تلتقط صور لما تكون مسافرة لأماكن مختلفة وتشيرها مع اصحابها يبقى انا طبعا هناخد ايه take photos. 48 he is very good at. طب هي كويسة في اعطاء النصائح. كلمة ايه اللي هتيجي مع النصائح giving advice. I not him on many issues. يعني عايز اقولك انا مختلف معاه في قضايا كثيرة وفي مواضيع كثيرة we have different opinions. كلنا عندنا رأي ايه مختلف. طب يعني يا مستر مختلف اختلف معاه disagree with. She likes to not her sister. ماشي بيقولك هي بتعمل زي بالظبط اختها يبقى do the same. Do the same يعني تعمل نفس الحاجة. عندك بعد كده 51 بيقولك he was very young. هي طبعا بتكون صغيرة جدا. وعايز اقولك في نفس الوقت هي طبعا مش متذكرة كتير about her. يبقى عندك هنا at that time يعني في نفس الوقت او في ذات الوقت. عندك هنا he likes to not different things. He always changes بيغير و modifies بيعدل فيهم هو do different things بيعمل اشياء مختلفة. She knows how to make stories يعني هي عارف ازاي تخلي القصص easy. She uses بتستخدم simple words كلمات ابسط طبعا فهنا هتبقى easy عن سهل. عندك هنا بيقول لك he likes to not a joke. في كلمة خدناها النهاردة بتيجي مع a joke. make a joke يقول نكتة. يقول نكتة يعني طبعا make a joke. you can ايه at the beginning of the words في بداية الكلمات ممكن تحط ايه وتغير لك المعنى. انت هنا طبعا ممكن تحط add prefixes. بيقول لك he wants to make a that can help people with disabilities. احنا ممكن طبعا نعمل ديفايس. طب يعني ايه يا مستر اصلا كلمة ديفايس؟ ديفايس معناها نخترع جهاز يساعد اللي هم الديسابيليتيز الناس اللي عندها ديسابيليتيز يعني اعاقات. she always makes him كذا بيقول لك هي خلته مميز يعني feel special خلته يشعر بانه مميز. هي اديته طبعا كومبلينس يعني قعدت تجامل فيه واديته جافس هدايا ومدلعاه ومشخلعاه يعني مظبطاه على الاخر يبقى فيل سبيشال. عندي بعد كده 58 بيقول لي هنا people are more likely to trust someone who is honest and reliable. تمام لازم الواحد دايما لما يجي يقرا الكلمه دي لازم لسانه يعلق سبحان الله بحرف الار reliable يعني ايه شخص موثوق بيه طبعا ذات ثقه يبقى in general في العام. بعد كده she likes to her hobbies يعني بيقولك هي حابة تتكلم عن هواياتها. يتحدث عن يعني talk about her hobbies and interests with her friends. 60 بيقول حركة هنا the نقط this course is to help you. الهدف من الكورس ده aim of الهدف منه انه يساعد في تطوير الانجليش سكيلز المهارات اللغوية في الانجليش. سؤال 61 it was the only student in class to answer the question كان الطالب الوحيد اللي بيجاوب على السؤال ده which made me جعلني نقط special يعني بص انا كنت الطالب الوحيد اللي انا بجاوب على السؤال ده فده خلاني مميز خلاني feel special خلاني feel special يعني ميزني خلاني مميز زيكم كده حضراتكم كلكم فعلا مميزين. نيجي بقى هنا طبعا حضراتكم للسينونيمز والانتونيمز. يعني تعالى كده نقراها سريعا. احنا عندنا كلمه ديبيت يعني مناظره يعني argument جدال او discussion مناقشه عكسها agreement اتفاق او acceptance قبول. نيجي بعد كده عندك compare. compare يقارن يعني contrast يقارن. equate يعني يعادل بين. عندك discard يستبعد separate يفصل. عندك بعد كده procedure الاجراء يعني procedure اجراء يعني method وسيلة او process عملية عكسها in action عدم اجراء او inactivity.
عندك بعد كده recognizable مميز يعني definite معروف او obvious واضح. عندك ambiguous, ambiguous غامض او obscure يعني غامض. عندك كلمة summarize يلخص يعني sum up او condense يختزل عكسها expand او extend. عندك بعد كده طبعا survey دراسة بتساوي analysis يعني تحليل, analysis يعني تحليل. وعندك inspection يعني فحص. negligence يعني اهمال او ignorance يعني تجاهل. طبعا والله كتر خير الدنيا, نشوف انت عمال انا هوصل لحد دلوقتي انا حلل اكتر من 60 سؤال وعمال اقرا قد ايه, فلازم الواحد كده طبعا ايه يتفرمت يعني. عندك بعد كده proper صحيح او مناسب, convenient مناسب. عندك suitable مناسب, improper غير مناسب, inappropriate يعني غير مناسب. عندك modern حديث, contemporary معاصر, old قديم, ancient عتيق. بصراحة انا حسيت بيكم انتوا قاعدين في السنتر مستر عمال يقرأ واحنا طبعا بتبقى قمة الملل بصراحة. عشان كده انا خدت قرار قلت الحاجات فعلا طالما بنقرأ هنا, طب اصلا المفروض الطالب زمان يعني حتى كان مدرسين انجليش يقول لك اقراها انت في البيت, الطبيعي ان احنا بنعرف نقرا احنا في ثانيه ثانوي يعني. طب نشوف بقى الديريفاتيفز. احنا عندنا بالنسبه للديريفاتيفز لازم تعرف ان ده فيرب, ده نعم, ده ادجكتيف. بص يا سيدي, عندنا ريكوجنايز يتعرف على, ريكوجنيشن ادراك او عرفان, ريكوجنايزابل ملحوظ او معروف, كرييت يبدع, كرييشن ابداع, كرييتيف مبدع, ادفايز ينصح, ادفايس نصيحه, ادفايزابل منصوح او مستحسن, كوميونيكيت يتواصل, كوميونيكيشن تواصل, كوميونيكيتيف تواصلي, سوت يلائم, سوتابيليتي ملائمه, سوتابل مناسب او ملائم, ابلاي فور يتقدم لوظيفه, ابليكانت متقدم لوظيفه, ابليكيشن استماره, ابليكابل قابل للتطبيق. تخيل بقى بص انت عملت تتكلم كم كلمه زي كده, فطبعا حوار كبير. بص احنا هنجيب من الاخر يعني, بص ال 62 هنا بيقول لك ايه, بيقول لك ذا جورناليستس الصحفيين هو اتندد اللي حضروا الكونفرنس قعدوا يدونوا ملاحظات يعني تيك نوتس. ثاني حاجه دو يو وانت تو اد يور نيم نقط ذا ويتنج ليست فور ذا تيكتس. بص هو بيقول لك هل انت حابب تضيف your name to, add to تضيف الى. هو هنا بيقول لك هنا عايز العكس او الاوبوزيت من كلمه summarized يعني لخص. كلمه لخص يعني ايه يا مستر؟ هو عايز العكس, لخص يعني سم اب. طب عكسها ايه؟ انا عايز العكس, خد بالك, وعايز العكس من لخص, يبقى اللي هو وسع الحاجه, expanded يعني وسعها. هو عايز هنا synonym او المرادف من debate مناظره. مناظرة معناها ايه يا مستر؟ يعني argument, تمام؟ جدال او خلاف. بيقول لك كلمة secondary is manual, الاثنين بمعنى ثانوي يعني نفس المعنى, ده synonyms. يبقى انا عايز البروبر بتساوي ايه؟ كلمة بروبر يعني بشكل صحيح, بروبر يعني بشكل ايه صحيح او بشكل ايه مناسب يعني suitable. بيقول لك هنا suffix less زي careless مثلا, دي معناها ايه؟ معناها بدون حرص. عندك analysis بيقول لك دي عكس كلمة النون ايه؟ ما هو ده يعني تحليل او تدقيق, عكسها negligence يعني اهمال. حاجات معايا من اول مرة, negligence يعني اهمال. عندك هنا بيقول لك كلمة contrast حسبت نفسي, contrast is similar in meaning يعني متشابه في المعنى مع كلمة ايه؟ كلمة كومبير. بص احنا واصلين لحد السؤال ايه 69. انا عايز اقول لك على حاجه, انا ما قطعتش الفيديو على طول, انا شغال متواصل اهو. طبعا ممكن حضرتك انت بقى في البيت بقى بتوقف بتشرب شاي بتروح الحمام بتاكل لقمه وترجع, انا شغال متواصل. 70 you have to fill in, يجب ان تملا this application تلك الاستماره to get the job. بيقول لك we have 300 job applicants, يعني في حوالي 300 واحد متقدم للوظيفه لكن ما فيش الا خمس اماكن بس. He was honored, هو تم تكريمه, وذلك عرفانا بجهوده الكبيره, وده طبعا recognition عرفان او تقدير. Her face يعني وشها بيكون
ريكوجنايزابل يعني من النوع الحلوف من النوع المألوف او المميز ريكوجنايزابل. كده احنا خلصنا الاكسرسايز بتاع الفوكاب. طبعا بصراحه بتبقى اكسرسايز الفوكاب صعبه جدا كتير قوي بصراحه يعني، بس خلي بالك هم دلوقتي في اللغه مركزين جدا عليها. يا مستر الفرق ما بين another و one more و other و others و other. بص يا سيدي كبر دماغك من كل القصه دي، انا هقولها لك بشكل سريع. احنا عندنا another يعني اخرى، لازم يجي وراها اسم مفرد another pen قلم اخر، او عدد واسم جمع another three pens، او another وكلمه a few واجيب اسم جمع زي pens another few sorry another few pens another few pens. تمام دي another. طب واذر، اذر بيجي وراها اسم جمع other pens اقلام اخرى. طب كلمة زي أذر الآخر تيجي مع المثنى، خلاص أذرز الآخرون، بس ما يجيش وراها نون، بيجي وراها إيه؟ فعل. ده الفرق ما بينهم. Do you have another book to recommend؟ عندك كتاب آخر ترشحه لي؟ I have read all the ones on the shelf. She is not like the other students. يعني هي مش بتكون زي الطلبة الآخرين اللي في الفصل، لا دي هي هادية وخجولة. تمام؟ لما الاقي عدد وبعد كده اسم جمع فأنا باخد إيه؟ another. فادي was holding a duster، كان ماسك المنفضة في إيد والكيتشن بيل الجردل في الإيد الأخرى المثنى دي أزهر. Some people like cats، بعض الناس بتحب القطط. Others والآخرون طبعا بريفير دوجز. شفت هنا اذرز جه وراها ايه؟ فعل. نيجي بقى هنا لتايتل. تايتل ممكن تيجي لك بمعنى لقب اجتماعي، تايتل ممكن تيجي عنوان مقال او كتاب او قصه. بص يا سيدي اما ادرس بتيجي كفعل بمعنى يخاطب، يخاطب الناس او خطاب او عنوان مكان او موقع. بيقول لك هي هاز ايه اوف بروفيسور اوف لينجويستكس، يبقى هنا لقب اللي هو عالم اللغويات يبقى تايتل. هنا بيقول لك هو خاطب الكراود، الكراود هو حشد من الناس، حشد من الناس ده اسمه كراود. With a loud voice يبقى هنا ممكن اقول addressed يعني حاور او خاطب تكلم معه. طبعا دي قديمه قوي احنا بصراحه خدناها every day يومي، ودي صفه لما اقول لك every day exercise يعني تدريب يومي. اما every day دي اللي هي بعيده عن بعض ظرف I go to school every day. I go to the gym اكيد طبعا every day اللي منفصله عن بعضها ده ظرف بمعنى كل يوم. هنا بيقول لك the shirt is not suitable for every day المتصله every day formal occasions للمناسبات الرسميه اليوميه. بصوا بقى دي حلوه قوي على فكره، فكرتها جميله ان انا بجيب ميك يجعل بعد كده مفعول بعد ميك مفعول، لا اما هجيب مصدر يا صفه. يعني بص هنا بقول لك ذا بوس رئيسي في الشغل ميد مي جعلني، يبقى انا هجيب يا اما صفه هنا يا اما مصدر فعل. جعلني ايه؟ جعلني ورك، جعلني اعمل ليت حتى وقت متاخر يسترداي. هنا بقى الحركه الثانيه بقى بيقول لك ان انت هتجيب مفعول ماشي، وليكن مثلا مفعول ده اي ماشي، verb to be وليكن was، بعد كده هجيب made I was made جعلوني، جعلوني ايه؟ مجرما، جعلوني اعمل الواجب لوحدي يا باشا، يبقى I was made to do جعلوني ان انا اعمل my homework alone my homework alone، خلوني اعمل الواجب لوحدي وانا مش متعود على كده انا بعمله مع مامتي. I was made I مفعول was made to do. يلا يا باشا كده انا بصراحه عملت معاك الواجب واكتر. بص احنا واقفين لحد السؤال كام؟ 84. الحمد لله خدتها بدون اني ريست. طبعا احنا هنا شرحنا في السنتر الجرامر بتاع الحصه. طبعا كل الحاجات دي انا لخصتها لك في الملزمه الصغيره، فدي تعتبر شبيهه ليها اللي هو الشرح وتحديد مجموعه الاسئله، فدي انت ممكن طبعا تحلها ليك انت، لكن انا اللي هلزمك بيه هو الهوم وورك ده. يا ريت طبعا بتعمل لي الهوم وورك دوت كويس جدا
لان ده طبعا اختبار ليك وده اللي انا هجيب منه في الحصه الجايه في الامتحان. يعني انت اول ما تاخد الامتحان الاسبوعي انا هجيب لك اختيارات على الفوكاب اللي انا حليتها معاك من شويه، هجيب لك على الاختيارات بتاعه الجرامر اللي انا هحله معاك دلوقتي، وبجيب لك برده تسميع كام كلمه كده عشان بختبرك بيهم. طيب تعالى كده نشوف مع بعض كده الدنيا فيها ايه. بيقول لك ان الراجل هي ستاديد هاردر فور ذا اكزام، تمام، انه يذاكر بجديه للامتحان. هي فيلد، يعني ايه فيلد يا مستر؟ ده الراجل ده سقط يا مستر باي 1 بوينت على درجه. الراجل سقط على درجه، يا حظك الوحش. يبقى هنا هستخدم ايه؟ اكيد ذاكر بجديه للامتحان وهو اصلا سقط على درجه، اكيد مش هتنفع. طب هل احتمال ازاي يا ابني سقط على درجه؟ كان ينبغي سقط على درجه. ما هو انت هنا برضو ايه يعني، انت كده مش بتلومه او يعني انت كده مش بتلومه، ده انت كده بتفضحه يعني. سقط على درجه فعشان كده مش هاخد شو ذهاب. طب انا هقول ايه؟ مستحيل يكون ذاكر بجديه. طب ليه مستحيل يكون ذاكر بجديه؟ لانه سقط على درجه. طبعا احنا قلنا هنا لما اجي اعبر عن المستحيل كود انتهاب بيبي، اكيد طبعا انت هترجع للجرامر وتذاكر وتبقى فاهم انا بقول ايه دلوقتي. طب هنا I not eating so much chocolate، والله انا ما كانش المفروض اكل كل الشوكولاته دي. I feel sick، انا بشعر باني مريض. يبقى انت كده بتلوم نفسك، انت ندمان على انك اكلت شوكولاته كتير. يبقى هنا shouldn't have، لاني هحط وراها التصريف الثالث اللي هو eaten. تمام كده؟ عندي بعد كده رقم 30، you not told me the truth، والله انت كان مفروض بحق ربنا يعني تقول لي الحقيقة. I would have understood your situation، وانا هتفهم الموقف بتاعك. يبقى هنا انت برضو بتلومه، فانت هتستخدم should have. نيجي بعد كده they left early، ان هم مشوا بدري. they were still here، هم كانوا موجودين هنا when I arrived، لما انا وصلت. يبقى هم طبعا مستحيل يكونوا مشوا بدري، لان انا كنت موجود هنا لما هم كانوا موجودين هنا ولما انا ايه وصلت. يبقى هنا الكود انتهى. تمام. هي نوت ايتن ذات كيك، هي از الرجيك تو. الرجيك تو يعني عنده حساسيه من الناتس، المكسرات او السوداني والشوكليت. يبقى هو طبعا ما كانش مفروض طبعا انه ياكل ويعمل طفس ويقعد ياكل في الشوكليت، يبقى شودنت هاف. تمام. رقم 33، she not cheated. طبعا الفعل cheat يعني غش. يعني بقول لك ايه؟ هي cheated on the exam، انها غشت في الامتحان. she was sitting، كانت قاعده جنب التيتشر. يبقى مستحيل بصراحه تكون غشت، مع ان بالنسبه لكم انتوا تعملوها اكتر. يعني انت ممكن يبقى واقف التيتشر، واقف ابو التيتشر نفسه، وكمان واقف الاسيستنت، واقف يعني كل الناس وبرضه بتغشه. ما عاده طبعا مش هنقدر نبطلها. يبقى مستحيل انها تكون غشت، لان طبعا دي قاعده جنب التيتشر، يعني حتى يعني هتغش ازاي؟ شي نوت ماريد هيم، والله يا باشا ما كانتش مفروض، ما كانتش ليها الجوازه دي خالص، ما كانتش مفروض تتجوزه. هي واز ابيوسيف. ابيوسيف يعني ايه؟ الراجل ده ابيوسيف يعني مسيء، يعني غلاط زي ما بيقولوا كده، وانفيثفول ومش مخلص. يعني ايه يا مستر مش مخلص؟ ماليش دعوه بقى، فاهمها زي ما انت عايز. خلاص؟ يبقى الراجل ده ما كانتش هي ما كانتش المفروض والله تتجوزه، ده ما كانش لها خالص. يبقى she shouldn't have married him. she not lied to me. بص هي مستحيل تكون كذبت عليا، مستحيل. انا ما اديش عقل لغيري، دي كانت اعز اصدقائي وانا صح وانا واثق فيها. couldn't have انا اخترتها وكجمله لكن كواقع مش ممكن يبقى صاحبك كده وبيتكلم عليك عادي خالص. ده اليومين دول طبعا طبع ماشي، طبعا ده مش سلوك حلو. بيقول له انت يعني نوت كولد مي، انك تكلمني. اي ووز وورد، انا كنت قلقان اباوت يو، دي طبعا ملهاش لازمه. والله انت كنت مفروض على فكره تكلمني، انا كنت قلقان عليك. طب كلمه مفروض دي اللي هي ايه؟ اللي هي شود هاف. نيجي بعد كده 37، يو نوت ستادي هاردر، يعني ينبغي عليك ان انت تذاكر احسن لو انت حابب ان انت تحقق جريد كويس او طبعا تقدير كويس. فهنا النصيحه دايما بنستخدم فيها شوت. 38 بيقول لك I know how to swim when I was a child، حاجه بقى قدره في الماضي، انا كنت بقدر اعوم لما كنت صغير. but I can't swim now، ما بعرفش اعوم دلوقتي.
بس كنت زمان ايه قرد بعرف اعوم يبقى كود. طبعا ما تعملش واجب الجرامر ده لما تكون مذاكر الجرامر من ملزمة البيضة الاول. ممكن عايز تستعين بالشرح اللي قبل ده في الكتاب وتقعد تحله حاجة جميلة جدا. بعد كده تبدأ بقى تطبق الجمل دي صدقني هتبقى بيرفكت. ودايما احنا فينا طبع مش بحبه يعني الطالب لما بيلاقي نفسه كده الحاجة مش عارف يحلها بيحس ان في حاجة غلط في حياته. لا شيء طبيعي ان انت طالب هتغلط وشيء طبيعي ان انت بترجع للمدرس بتاعك وشيء طبيعي وشيء طبيعي وشيء طبيعي. مش اي حاجة تخليك كده تبقى قلقان دايما. خليك واثق من نفسك. He not been successful if he hadn't worked hard. بص احنا خدنا الحالة الشرطية الثالثة الاف ان لما بجيب وراها ماضي تام يبقى الناحية دي بجيب could have be be او couldn't have be be. بيقول لك هنا لو هو ما كانش اشتغل بجدية طبعا ما كانش هيبقى انسان ناجح. هو ما كانش هيبقى انسان ناجح لو هو ما اشتغلش بجدية. فهنا انا اختار couldn't. طيب رقم 40 you not take some time. يا عم خد وقتك والنبي if you are feeling stressed. حاسس انك مضغوط يبقى خد وقتك. يبقى هنا should. ينبغي عليك. انها نصيحة. You not told me. والله كنت مفروض تقول لي you were going to be late ان انت هتتأخر يا بيه. انا بصراحة مفروض الكلمة دي اللي تقولها لي المدام. انا دلوقتي حاليا دلوقتي وانا بصور وقت متأخر جدا على فكرة. يمكن انت ممكن تلاقيني بسقط قدامك وقعت قدامك تلحقني ماشي. ف والله انت كنت مفروض تقول لي ان انت حضرتك يا بيه هتتأخر. I waited for you for an hour. انا استنيتك ساعة. خلاص يبقى كم مفروض تقول لي. يبقى ده should have told me. انا بحب الدرس ده قوي. بحس ان هو درس ممتع بس هو بخاف على الطالب منه. الطالب بتاعنا ما بيفهمش الجمله كويس. قصدك يا مستر انا ما بنفهمش. انا اقصدش بقول ما بيفهمش الجمله مش ما بيفهمش في الحياه. I asked him. انا طلبت منه او سالته if I could borrow. لو انا اقدر استعير سيارته. And he said yes. راح موافق. عبيط بصراحة. Good. He's not answering his phone. ده ما بيردش على التليفون. ده احتمال يكون في اجتماع. احتمال يعني ايه؟ يعني could. عندك بعد كده you not be more careful. لازم يكون حريص اكتر when. لازم حضرتك تكون حريص وانت بتسو. It's dangerous. يبقى هنا should. بص بقى. احنا خدنا تعبير في السنتر اسمه ايه؟ could have be be. could have be be. يعني كنت اقدر اعمل حاجة بس انا ما عملتهاش. I could have gone to the cinema. انا كنت اقدر اروح السينما. But I preferred. لكن انا فضلت staying at home. ان اقعد في البيت. يعني كنت اقدر اعمل حاجة بس انا ايه ما عملتهاش. يبقى he could have gone to the cinema. كان يقدر يروح السينما مع اصحابه last night الليلة الماضية. But he decided to stay home and study. قرر انه هو طبعا يقعد في البيت ويقعد يذاكر. احنا اتفقنا ان في الطلب المهذب ممكن اخد can I could I may I. تاني can I may I could I. يبقى هنا could I borrow your pen for a minute please. 47 not play chess when I was 60 years old. انا كنت بقدر العب تشيس شطرنج وانا عندي 6 سنوات. يبقى هنا I could. بعد كده he gets 100% in each exam. كل امتحان يجيب فيه 100 من 100. الواد ده مستحيل يا مستر يبقى كسلان. كلمة مستحيل يبقى كسلان يعني can't be lazy. مستحيل يبقى كسول او حتى بياكل فول. انت اللي كسول طبعا وبتاكل فول. زي نقط ذا ماتش. هم يا مستر بص مستحيل يعني يكونوا كده كسبوا الماتش ده. زي didn't score any goals. دول ما احرزوش اي هدف. يبقى هنا can't have won. مستحيل يكونوا فازوا. I can't find my book. يعني انا ايه انا مش لاقي كتابي. انا ربما تركته بالمنزل. ده احتمال. يبقى هنا may have left. It was wrong of him. It was wrong of him. غلطة منه to leave the door open. انه يسيب الباب مفتوح. طبعا ما كانش مفروض يعمل كده. يبقى shouldn't have done. والله ما كان مفروض اصلا يعمل كده خالص. اشرف being unkind to his sister. والله يا اشرف ما كنتش لازم يا اشرف تبقى قاسي كده. كان لا ينبغي عليك ان تكون قاسي مع اختك دارين. حتى اسمها حلو دارين. هو عارف انها زعلانه. يبقى شود انتهى. حامد ابن ام حامد was working with me all day. كان عمال شغال معايا طول اليوم. فحضرتك مستحيل يا فندم تكون شفته في الحديقه
ازاي شفته في الحديقه والراجل شقيان معايا طول اليوم. يبقى هنا couldn't have seen. تعال نشوف كمال كده عمل ايه. كمال هيلبت فوزي. والله كمال ده كان يقدر يساعد فوزي، لكن لسوء الحظ وللاسف الشديد he didn't، ما عملش كده. طب ليه يا فندم؟ because they aren't friends anymore، هما مش اصحاب. طب يعمل كده ليه يعني؟ بس هو كان يقدر على فكره يساعد فوزي. طب هو ما عملش كده ليه؟ ان هما مش صحاب. thank you، اشكرك طبعا. thank you for all، for you all، يعني شكرا ليكم كلكم. انا بشكركم جميعا طبعا، انتوا صابرين على الفيديو دوت، فيديو فعلا طويل، بس صدقني يا اولاد والله ربنا يعلم انا بعمل لك الحاجه دي عشان اولا كذا حاجه. اولا ما ينفعش في الانجليش ان المدرس يكون بيشرح بس، في مدرسين كتير متميزين على فكره بيعرض لك الماده بشكل حلو قوي بس ما بيحلش، وفي مدرس بيحل كتير وما بيشرحش قوي. انا بحاول والله من وانا يمكن اول يوم بدات فيه هذه المهنه ان انا دايما اجمع ما بين الحاجتين، ان انا اشرح كويس. طبعا انا مش هقدر اقول ان انا بشرح كويس او وحش، دي حاجه طبعا ترجع لكم انتوا، يعني انتوا اللي بتقيموا مش انا، محدش بيقدر يقيم نفسه. انا بحاول دايما اشرح كويس جدا، وبسعى طبعا بسعى ان انا اشرح كويس جدا، وكمان احل كتير. طبعا ده ما بيعجبش الطالب لانه عايز يروح، لكن صدقني اللي بيجمع ما بين الحاجتين والطالب اللي بيسمع الحاجتين ده بيبقى طالب بيرفكت. لان انا ان شاء الله انا بحاول اسس فيكم جامد عشان ان شاء الله لما اشتغل باذن الله مع حضراتكم في سنه ثالثه ان شاء الله هنكون بنشتغل باريحيه، خاصه ان شاء الله باذن الله في الصيف انا هحاول اعمل لحضرتك كورس على القناه تلتزم بيه مع كورسات السنتر، عشان ان شاء الله لما اجي ابدا معاك في ثالثه ثانوي ان شاء الله نبدا كده واحنا مرتاحين. معلش انا ضيعت لك وقتك دقيقه كده بس في الكلام. ثانك يو اتس فانتاستيك جيفت، يعني شكرا دي هديه حلوه قوي. بات يو كود، ما كانش لازم يعني ان انت تصرف فلوس كتير، فانت طبعا بتلوم يعني يا عم ما كنتش لازم تصرف، يبقى شود انت. طيب اي نو جام تو بيد ايرليير، والله انا كان المفروض اروح الفراش ايرليير، بدري اكتر الليله الماضيه. انا بجد مرهق قوي النهارده فكنت لازم اذهب الى الفراش بدري اكتر. يبقى هنا كان ينبغي ان شود هاف. عند حضرتك اي نوت انفايتد سو ماني بيبل تو اور بارتي، I am worried that we won't have enough room for any for everyone. انت عملت لون نفسك، والله انا ما كانش ينفع يعني ان انا بصراحه اعزم الناس دي كلها وانا مش ضامن الاوضه بتاعتنا هتسع كل الناس دي ولا لا، او هنلاقي غرفه للناس دي ولا لا. يبقى شود انتهاف، ما كانش ينبغي ان انا اعزم كل الناس دي كلها. They not won the football match but John hurt his ankle، يعني هم كانوا يقدروا يفوزوا بالمباراه ولكن الراجل اللي هو اللي اسمه جون ده اصيب في الكاحل، بس كانوا هم يقدروا يفوزوا. يبقى كود هاف. ده طبعا الاسئله اللي جات لنا بالنسبه للسكيلز. حضرتك احنا طلبنا منك في السنتر خد بالك السوشيال ميديا موضوع مهم جدا، هتكتبه لنا كاساي، لان الحصه الجايه ان شاء الله هديكوا في السكيلز هديكوا كومبريهنشن قطعه. بعد كل ده احنا عندنا اخر حاجه النهارده هناخدها، وهي لسه يا مستر في حاجه تاني معلش، البلاي او المسرحيه. ايه يا مستر؟ المسرحيه بتاعتنا اللي هي الكينج لير شابتر 4، بيقول لك هنا باك معناها يساند، عندك ريورد يكافئ او مكافاه، عندك ستاب يطعن او طعنه، بيجر شحات، بورت ميناء، انهرت يورث، انجيرد مصاب، ديسكرايب يصف، فولو يتبع، بيرسويد يقنع، ديسبليف انكار او عدم اعتقاد او كفر، ريكويست طلب، كول اوت يصرخ، بلوت اجينست، بلوت اجينست يتآمر ضد، جارد يحرس او حارس، برتند يتظاهر، بروفيت او بنفيت ربح او فايده، فيثفول او لويال مخلص، ادلتس راشدين، تشينج هيز مايند يغير رايه، ستوكس يعني عمود خشبي في التعذيب. طبعا هنحل الاسئله اللي عليها. If you get a benefit from something، لو جات لك فايده من حاجه يبقى you profit from it، انت استفدت منها. The police الشرطه will follow بتتبع، the suspect اللي هو ايه بقى السسبكت ده؟ المشتبه فيه، to see where he goes. My mother usually gives money، ام عادة بتدي للفلوس الى البيجر، فين البيجر؟ هنا الشحات.
she sees on the street. During the difficult times, أثناء الأوقات العصيبة, الجنود دايما بيحافظوا على الفيثفول, الولاء والإخلاص بتاعهم للملك, للكينج. The children, الأطفال وهم صغيرين, pretend, يعني بيتظاهروا بأنهم kings and queens, ملوك وملكات. كلنا كنا بنلعب كده وإحنا صغيرين. Everyone looked at him, الكل بصله طبعا باستنكار كده أو استغراب لما شاف disbelief, يعني لما شاف أنه عايز أو بيقول أنه عايز يطلع الجبل. To not here is to arrive at a place, إنك توصل لمكان, يبقى to get here إنك توصل, get to يعني arrive. To not is to speak loudly, إنك تتكلم بصوت عالي عشان الناس تسمعك البعيدة, يبقى اسمه call out, تصرخ بصوت عالي. When a friend breaks your trust, لما صديق يعني بص يخالف الثقة بتاعتك أو يعني إيه يخلف وعده معاك أو يبقى يعني يبوظ الثقة اللي انت واخدها فيه, فانت كده كأنه ضربك في طعم أو طعنك في ظهرك, يبقى stab يعني يطعم. When someone you love, لما واحد انت بتكون بتحبه hurts you, يجرحك, يبقى you have, انت عندك ساعتها ايه broken heart, قلب مجروح أو قلب مكسور. نقط بيقولك هنا to blot, فين كلمة blot؟ blot against يعني يتآمر ضد, ان انت تتآمر ضد حد يعني تخطط في سرية مع الاخرين عشان تعمل حاجة, يبقى خلي بالك blot against يعني يتآمر ضد. طبعا بصراحة انا تعبت جدا فعلا, كمية اسئلة عشان تعرف والله العظيم ربنا يعلم انا حليت معاك اسئلة قد ايه, ما تحاولش تضيع التعب عشان خاطري. To change your نقط is to have a different opinion from before, انك تغير رأيك, بيبقى عندك رأي مختلف عن زي قبل, يبقى to change your mind. هنا بيقولك when my brother closed the door, لما اخويا قفل الباب على صباعي انا رحت مصوت, يبقى call out. اخر حاجة واخر سؤال, there was, كان يوجد a great reward, مكافأة حلوة for the person, الشخص who could treat the sick Francis, للي عامل طبعا او للي سوري للي عالج الأميرة المريضة. يا عم ده ايه الدلع ده, أميرة ومريضة اروح انا اعالجها احسن. حبايب قلبي اتمنى ان انا ان شاء الله او بفضل الله تعالى ان انا اكون افدت حضرتك, اتمنى ان حضرتك ما تضيعش التعب بتاعي. عايز بس اقول لكم نقاط سريعة, هو لو انا بعبر عن الندم اللي هو اسمه regret او البليمينج اللوم, بستخدم ايه؟ should have be, كان ينبغي ان اقوم بعمل ذلك الفعل ولكنني لم افعله. طب وكان لا ينبغي ان افعل ذلك الفعل, كان لا ينبغي ان افعل ذلك, انا عملت حاجة وكان مفروض ما اعملهاش, shouldn't have be. مستر انا كنت اقدر اعمل كده لكن ما عملتش, مرضيتش. والله انا كنت اقدر اشتري عربية لكن مرضيتش اشتريها, وفرت فلوسي. could have be, could have be. طيب بص يا مستر لو انت عايز تديني نصيحة, should مصدر او shouldn't مصدر, had better مصدر, had better not مصدر, تمام. عندك ought to مصدر او oughtn't to مصدر. should بستخدمها برضو في الاقتراح, you should go to the cinema, you should buy Hiba a mobile. should ممكن تيجي مع الرأي, I think you should go to the doctor when you are ill. حضرتك برضو احنا خدنا الاستنتاج, لو الاستنتاج ده او الديدكشن في المضارع بتقول اكيد, must be مستحيل, can't be احتمال, might be maybe could be. طب لو الاستنتاج في الماضي, must have be, can't have be, might او may have be. must have be اكيد, انا متاكد من حاجه حصلت, can't have be او couldn't have be مستحيل, وعندك might او may have be يعني احتمال, يعني I am not sure, I am not sure. حضرتك انا حاولت اعمل لك كده يعني revision بسيطه. برضو كان ممكن نقدر نقول ان كان بتستخدم في الاستطاعه, I can speak three languages. كان بتيجي في العرض, can I help you في الطلب, can I borrow your bag,
Can I use your mobile؟ برضو عند حضرتك كود بتيجي في التعبير عن الاستطاعة في الماضي. When I was 10 I could swim. كود بتيجي مع الطلب. Could I use your bag؟ Could I use your pen؟ تمام؟ حضرتك عندك برضو can't و couldn't. ممكن استخدم can't و couldn't بمعنى mustn't ممنوع. You mustn't park here. You couldn't park here. You can't park here. حبيب قلبي انا حاولت والله ان انا ارجع لك على الجرامر كده في just a minute. النهاردة انا اشتغلت معاك في الفيديو حتة حتة. ارجو حضرتك ما تخيبش رجائي فيك وتذاكر كويس وتعمل الاسي كويس عشان ده تدريب عملي ليك جدا. وكمان الحصة الجاية كمان هنشتغل على الكومبريهنشن. حضرتك انا اتبسطت جدا ان انا اشتغلت معاك والفيديو دوت. وحتى نلتقي في فيديوز اخرى ان شاء الله. جود باي حبايب قلبي.